حضور مؤتمر جنيف 2. 6 فصائل مسلحة في سوريا تعلن اتحادها تحت اسم الجبهة الإسلامية. في اليوم الثالث من المحادثات مع الغرب، إيران ترحب بأحرز تقدم رغم الخلافات، ولافروف في طريقه لجنيف. مظاهرة شعبية في طرابلس للمطالبة برحيل الكتائب المسلحة عن العاصمة الليبية. طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بالضغط على المعارضة السورية لحضور مؤتمر جنيف 2. تصريحات بوتين جاءت خلال المؤتمر الصحفي